كان الفيلم اسمه ألف بوسة وبوسة وما فيهوش ولا بوسة وكنت أنا وحسين فهمي كنت أول مرة أقف قدام حسين فهمي يعني مش هزار الفيلم كان فيه نجوم كبار جدا وأنا كان تاني أو تالت فيلم ليا والفيلم ده كان مكتوب لسعاد حسني مش ليا وكنت أنا زمان وأنا طالبة بقرأ إن سعاد بعد زوزو وأميرة حبي أنا هتعمل ألف بوسة وبوسة فكان حلم مش ممكن يخطر على بالي ان انا هكون في الحلم ده يعني فرصه القمر كانت هاي فرصه غير عاديه اوكي وجت البوسه اللي لازم تتم ووالدك <applause> موجود ف استاذ محمد بي, بيشرح بيقول انت هتقفي هنا استاذ حسين هنا انتوا الاثنين بروفيل الكاميرا كده هتقولي له حبيبي روحي قلبي عقلي وتبوسوا بعض انا عرفت اني هتضرب. Immediately <applause> عرفت اني هاكل علقة موت. قلت له لا يا استاذ محمد انا مش هتباس. <applause> قال لي يعني ده الفيلم اسمه ألف بوسه وبوسه ما فيش غير البوسه دي. انت بتتكلمي ازاي؟ قلت له لا مش هقدر اتباس. اتخانقت انا ومحمد ابويا قاعد وشاف الخناقه يعني انا بريئه. رحت واخده محمد على جنب قلت له بص كمل خناقه معايا واعمل بالنتي عليا وقول اي دونت وانت يو تو كونتينيو ذا فيلم انا اتفقت مع محمد وعملنا كده وبعدين الوالد طب فلا فقال لي لا يو هاف تو هتكملي بس اول ما خلصت الشوت بتاع البوز انا بروفيل الكاميرا سي دي كاميرا وبروفيلين زي ما احنا انا مغمضه الناحيه دي وباصه الناحيه دي <applause> <applause> عارفه انه هيجي وترك هيضربني وضربني لا والله ضربك